قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله المستعان على ما تصفون.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده Oh,
بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ذلك نجزي المحسنين